العاصمة البريطانية لندن، ومنذ الصباح تشهد مظاهرات في أماكن متفرقة نظمتها حركة تمرد ضد الإنقراض الناشطة في مجال المناخ، وذلك قبل أسبوعين من العصيان المدني الذي تدعو له الحركة للضغط على الحكومة للتحرك العاجل للحد من انبعاثات الكربون. في منطقة ماربل آرش وسط لندن، نظمت الحركة وقفة بدت ذات طابع فني بهدف جذب مزيد من المتعاطفين مع قضيتهم، حيث قام النشطاء بتقديم فقرات من الغناء والرقص والعروض الصامتة مرتدين ثيابا حمراء وخضراء. وفي ميدان ويستمينستر نظم بعضهم وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني، حيث قام بعض النشطاء بإغلاق إحدى الطرق الرئيسية، وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على بعض المحتجين. وظهرت حركة تمرد ضد الإنقراض في لندن خلال أبريل الماضي عندما تسببت في تعطيل حركة المرور في وسط لندن لمدة 11 يوما، وألقت الشرطة وقتها القبض على أكثر من 1000 ناشط، فيما تمت مقاداة 850 منهم بسبب جرائم مختلفة نتيجة الإضرابات العامة. وحتى الآن أدان القضاء البريطاني 250 منهم. احتجاجات لندن تتزامن مع احتجاجات أخرى في مدن مماثلة حول العالم، بينها نيويورك وبرلين وباريس وسيدني ومدن أخرى، وذلك في إطار ما يسمونه التمرد الدولي.